صباح الخير، مساء الخير، أيا كان التوقيت اللي تبي تشوفونا فيه وحبابكم 10 متابعي برنامج جبنة في جبنة، وأهلا بكم في حلقة جديدة. وقبل ما نبدأ ما تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك على الفيديو، ويلا نبدأ. ضفت الليلة شابة جميلة بتنقل لنا الأفراح والأحلام كل الحاجات الجميلة من خلال كلمات. ضفت الليلة الشعر الشابة بلاسم أحمد تلتوم. أهلا بيكي بلاسم أحمد في استديو جبنة في جبنة، مرحب بك. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك نبراس وأهلا بك كل السادة المشاهدين. قبل ما نبدأ، سلام فارد جناح الشوق ومن أرض القبش طالع سلام، شايل معاني الذوق بياض ومن القلب ناصع، وليل كردافة أحلى سلام سلام، بينكها مختلفة وبالإيد للجميع رافع، وليل نبراسنا يا حلوة تحية فريدة الطابع. أهلا وسهلا بكم كل السادة المشاهدين وكل متابعي بقناة زي كردفان، وبالأخص متابعي برنامج جبنة في جبنة، أهلا بكم. بداية أنا والمشاهد عاوزين نتعرف عليك، فبطاقة تعرفية لبلاسم أحمد. طيب، بلاسم أحمد دلدوم من مواليد الدندر، نشأت وترعرعت في شمال كردفان، يعني كل المراحل بتاعتي أنا عشتها هنا، فدرست جامعة كردفان كلية الدراسات التجارية قسم الاقتصاد. يا سلام. طيب يا بلاسم، بدايتك مع الشعر كانت متين، كيف اكتشفتي انه انت اتخذتي او انه انت ملتي للشعر كهواية، وانه كل ميولك متجهه ناحيه الشعر؟ اصلا الشعر يعني انا ما كنت يعني مكتشفه روحيا موهبه، غير انه في مره من المرات كان عندنا استقبال لاستاذه ولدها هنا يودع عليها، كان في الكامب، كنت في الثانوي، وبما انه كنت بلقي القصائد للناس يعني قالوا لي تقرا القصيده بتاعتنا، وانا طبعا كنت محتاره يعني لانه ما حافظه الا قصايد مدرسة، فحاولت انه امشي بالليل وكتبت لي ابيات عن المعلم وجيت قلتها ثاني يوم. فبعد كده يعني ما اهتمت للموهبة كثير الا بعد ما دخلت الجامعة، حتى بعد ذاك بديت يعني اطور روحي فيها. اول قصيدة كانت لك عن المعلم، خير فكرة وخير موضوع طبعا بلا نقاش. بتتذكري قصة المعلم؟ لا يتذكر منا أبيات، ممكن نسمع أبيات منه. إن المعلمة قد أدى رسالته، مثل النبي فبات اليوم فرحانا، فبات يهلل ويكبر، يا أمتي أحرصي من أجل تعليم البلاد جميعا. تقريبا جزء حافظة، لكن حامشي أفتش إن شاء الله محفظة. إن شاء الله. هي جميلة طبعا يعني بلا منازع، أي كانت الأبيات التي كتبت، فكونها بتكلم عن المعلم دي أجمل حاجة. طيب يا بلاسم، الشعر لونيات مختلفة زي ما احنا بنعرف، فأنت اتخذتي لونية في كتاباتك؟ أنا تأثرت بالشعر الحديث
فبكتب دائما المفردات يعني تتناول يعني الواقع بتاعنا او بالطريقة الجديدة يعني ما بالزمن، مع انه مرات بكتب بقافية واحدة بس كتير بنوع في القوافي بتاعت حتى الطريقة ذاتها شوية يعني. طيب دائما اي موهبة اي كانت في البداية الشخص بيكون عنده قدوة، شخص يحتذي به، شخص بيمشي على دربه، فأنتي منو من الكتاب أو الشعراء كان قدوة بالنسبة لك وكنتي بتقري له في الأول أو كنتي بتتابعيه أو تأثرتي به بالمعنى؟ والله شعرتي المفضلة واللي أنا بحبها جدا وبحب كتاباتها واللي هي كانت أثرت في ندرة إنه أنا يعني حاولت إن أكتب الأميرة روضة الحاج، لها تحية من هنا. يا سلام يا سلام، أيوة التحية موصولة من برنامج جبنة في جبنة للشاعرة العظيمة روضة الحاج، وهي خير من مثلت الشاعرات السودانيات. التحية لها مني ومن أسرة برنامج جبنة في جبنة، وكل سنة وأنتم طيبة شاعرتنا روضة الحاج. بلاش يا محمد، بما أن روضة الحاج من الشاعرات اللي أنت تأثرت بهم أو هي قدوتك في الشعر، نسمع حاجة لروضة الحاج بصوت بلاش محمد. ممكن أقول لك من أبيات شعر يعني ممكن حافظة عليها. أنا قطعت ولم يعد في القلب ما يكفي الجراح، أنفقت كل صبر عندك والتجلل والتجمل والسماح، أنا ما تركت لنقل الأيام شيئا، إذ ظننتك آخر الأطواف في الدنيا فسرحت المراكب كلها وقصصت عن قلب الجناح، أنا لم أعد أقوى وموعدنا الذي قد كان رعفة علي بضاعتي، بقي انصرافك لم يزل يدني جذل تكبري سيفنا يجرعني لمراحتي. يا سلام على الأبيات الجميلة دي، والتحية مجددة للشاعرة روضة الحاج. طيب بلاسي محمد، منذ البداية وحتى الآن منو كان السند؟ منو كان الدايم؟ ومين الزول اللي كان انت بترجع له في اختياراتك او انه يا اخي بيمدك بافكار او بيقدم لك العون سواء في الاسره او خارج الاسره؟ منذ البدء يعني من معرفه روحي انه انا عندي موهبه، فكنت بمشي لابوي ربنا يديه العافيه دائما كان بيصحى والعافيه وتحيه موصوله لوالدك، دائما كان بيغمني يعني وبيصحح لي يعني بعض الأخطاء والطرق اللي أنا ممكن أمشي بيها، وكان بشرح لي المفردات عشان أنا أحاول إنه أقريها وكذا يعني. فبعد كده يعني عندي أستاذتي اسمها نجاة الطيب، يعني درست الشيماء في الأسفل، أنا برضو بديها تحية لأستاذتك من خلال برنامجنا ومن خلال منصة جبنة في جبنة. هي كانت دائما بتشجعني وكانت مؤمنة بي جدا إنه أنا حكون في يوم من الأيام زول عليها مكانة عالية، وفي ناس كثيرة بجد يعني دعمتني في موهبتي شديد، وكلهم بيقولوا لي يعني حتمشي إن شاء الله لقدام، وكانوا بشجعوني. فيعني أنا لما ما أمي بحاجة أنا كتبتها بيقولوا لي لا حلو شديد، فدايما الزول لما يكتب حاجة ما بيكون عارفها حلو ولا لا إلا لما تديها للناس بعد كده هم بيعرفوها. فهي زول يعني شجعني في موهبتي وحاول إنه يدعمني ولو بكلمة، أنا بقول له شكرا لك. طيب يا بلاسم، عندك أعمال خاصة لك؟ عندي ولا أعمال كثيرة كمان يعني، أنا كثير من الأبيات اللي لحد الآن ما وصلت ولو 10% منها للناس يعني لحد الآن، يعني برغم إنه أنا بنشر كثير في الصفحة بتاعتي وكذا لكن لسه يعني لسه ما وصلت. دي دعوة حاليا لكل الناس اللي بيتابعونا والناس اللي بيشوفونا إنهم يا أخي يدعموا موهبة بلاسة محمد لأنها موهبة تستحق الدعم، وأكيد أكيد حتستمتعوا. ونحن بيقولوا البيان بالعمل صح، فخلينا نستمع لحاجة خاصة من كتابة.
بعدك. هقول لك قصيدة كتبتها تقريبا 2020، بس ما في كل مساء. دايما الشوق زمانه بيكون بالليل، يعني انتين الناس اللي بيعشقوا الليل، ففي كل مساء بتونس شوقك. انا واحساسي وابدا احاول اني اكون لك، وابدا اتخيل كل حالاتك، نوع احساسك، خمس سكونك، اسرح ومرح وفيك اتجول. ثالث فكري وما بيتحول وانا اصبح خلاص مجنونك، انت النوع اللي ما بيتكرر، نادر صمتك، غالي عليك بجد ممنونك، دخلت حياتك نكهة جديدة وطعم بيعكس ألم غنونك، شال الليل منك تحياته، مرق هذا الصبح مديونك، كونت في موج حنين إنساني، لما يهي يصبح عدواني تحتلوي فم مضمونك، ديما بشوفك جوا خيالي، ضحك عينيك مبتسمة شجونك، قاعدة ومتحكرة ومفكر وأنا بستنى رنين تلفونك، تضرب أضرب جفنة فارقة بس ما يكمل يومي بدونك، شعري ريبة في حدقاتي دليل طريقي ووعد بصونك، عايزة أشكل كل حياتك، بعض جنونك وأجمل لونك، أكون الضحكة الهمسة للنسمة، كل ملاذك ومحور كونك، جزئي أساسي في كل مساعدك، حرفي إضافي ونطر لونك، أكون الملجأ لك والمرفع لما العالم يصبح ضدك وفجأة يهونك، لما الخوف يدعك حدوده وتبدا دموعك تمرد جفونك، بمسح من جواك الوجع واثر الدمع وكل ظنونك، يشكلك اللون الامن، جد انا مغرمه بيك مفتونك، وانا بجد مشتاقه لشوقتك يا اخو والله، وحشاني عيونك، وانا بجد مشتاقه لشوقتك يا اخو والله، وحشاني عيونك. الشوق غلاب صح؟ شديد. طيب بما ان احنا تطرقنا للاحاسيس الاشواق وكل الحادات المؤلمه لكن الان الجميل، فالحب اللي بنا سمحوا بيه، الحب ده طبعا هو احلى حاجه في الحياه، بس للاسف نحن مرات بنفهمه خطا، او ما بنترجم احاسيسنا بصوره سليمه، او ما بنقدر نوصل احساسنا للطرف الاخر، او ما بنقدر نحافظ على الحب في حد ذاته، فدي هنا بتكمن مشكلتنا. يعني رأيي نحترمه برضه، يعني ما بنقدر نتكلم فيه. طيب كم عدد اعمالك حتى الان، اعمالك الخاصة؟ كثير من القصائد، ما تحصل قرابة 100 قصيدة، منها القصائد الطويلة ومنها القصيرة، كلها لونية واحدة ولا بتختلف لونياتها وأفكارها؟ بتختلف الأفكار واللونيات، فمنها القصائد العاطفية تقريبا 3/4، في قصائد اجتماعية وفي قصائد بتتكلم عن يعني الحالات اللي احنا بنمر بيها، وبعض من يعني كده الحاجات اللي احنا ممكن نجيف عليها، والظواهر شوية اجتماعية، وبرضو من القصائد بتعبر عن الوطن احنا عايشين، سواء كان كبير او الوطن الصغير. طيب من الملاحظ انه انت اللونيه المتخذه هي الشعر الحديث. طيب في الشعر الحديث انت بتكتبي عن الحب، بتكتبي عن الاشواق زي ما قلتي، ان انت في الاتجاه العاطفي، بتكتبي اغاني او شعر الغناء؟ حاولت اكتب الشعر الغنائي، ولسه عندي تقريبا زي قرابة 3 أو 4 قصايد اديتهم لناس قالوا هم حيغنوها، ولسه يعني ما ظهرت. طيب هل عندك تجارب في لونيات اخرى، المربعات، الدوبيت كده؟ تقريبا كتبت في الدوبيت، يعني في المربعات برضو حاولت اني اكتب فيه وكتبت فيه ونجحت يعني الفكرة. طيب ممكن نسمع دوبيت؟ الشوق البكاك حارقني ولا عويله، فاقد طلتك صوتك بجد يد حيله، قلبي الاصطفاك تصبح له ديما دليله، يا كل الخلوق محبوبي ما في مثيله،
ساكن في الحواس متغطي بيت وبشاقي حاميني المنام واصل لحد عروقي همها مبطناش بالله أهدي وروقي محبو بالفريب في كل صباح مشروبي ربنا يخلي كل لكل زول أحبابه وما يحرمه منهم. طيب ما هو طموح بلعسيب أحمد؟ والله طموحي إن أنا أبقى شاعرة كبيرة، أصل لمرحلة عالية جدا، وإن شاء الله كل القصايد اللي أنا كتبتها تصل لكل الناس، وكل الرسائل اللي أنا حاولت يعني أوصلها للناس إن شاء الله تصل لهم في الوقت المحدد إن شاء الله. إن شاء الله. قبل ما نختم عايزين نسمع تاني قصيدة كتاباتك أنت خاصة. الناس والناس الناس مختلفة وتتنوع، تلقى طيبين وتلقى الحلوين، والديمة كمان للخير سعيدين، تلقى الخاينين وفي الإخلاص مطمئنين، وتلقى الصادقين والكذابين، وتلقى الجادين والمتلاعبين، تلقى الماشيين في طريق الدين، تلقى الجادين في طريق الدين، وتلقى الماشيين في طريق واحد بالدفء وتلقى الماشين في كم سكة وديلهم بالذات أخبص نوع أما أسوأ نوع قدام الجاد ليك تديه بس كده ظهرك يتكلم ديلهم الناس وفي نوع آخر بيقولوا كتير ما تشيل الهوى ما نحن سوا بالروح نفتع في الحلوة ومرة بنتشارك حتى الإدراك وفي أول موت ساعة الجد هتشيل يا زول الشيلة والعراق وحيخربوا كل الناس اللي كان حدادها وحتلقى الناس اللي كنت تستخسر بس فيهم نظرة بتشوفهم دايما زي ما كرا بل ما عاد فيهم من أصلك وما فيكم شيء لفلك شداد هم شايفينك انت ملاك وفي وقت الحر الحر الجد حيجيهم معك دل هم الناس اللي بس بستاهلوا انت تخدهم في جواك والهرب بين خلوك دينك دين هم الناس الدائمة اللي صالح نفسهم لعبين ودين ما في ما دام مصلحتك ليم ما دام معرفتك ليم جابت فايدة حيظلوا معاك وهو بخلوك فكتار زي دين مش متفقين في الصف نتدافس منتظرين تبقى مرتب يا زول بالغتك جيت لمتين مش عمك انت فلان ذاك وابوك زول زيت ما قلت تعب نحن ما قاعدين عينك عينك كده قدامك واذا احتجيت بس جيب والله ما نسيت كده جبتين وانت المسكين مالك تهبط جيبك تلقى 20 طوال تقوم يا اختي استسلم ترجاه الدور كان ليل بعدين تقريبا كل الناس شايفين قاطعيننا من جلدهم ساكتين ما كلام الحقيقه الكون واضحين عندك واسطه أمورك سلك تمشي عديل وتكون باسطة دي الحالة السايدة عليها اليوم مين المسؤول؟ مين المسؤول اللي خلى أمورنا تكون جايدة؟ بجنسك لونك بشكلك والله ما تتعب أصلا كان حقك ما حقك حقك كان تبعك ما تبعك تبعك والما بيستاهل يستاهل يجي في الآخر يحصل تبعك تعب لوين؟ راجيك في الآخر حساب رب رب ما الدنيا نعيمة جت فاني في الآخر براك اللي حتعاني أحسن يا زول عدي دربك ومن حق الناس يا خاب وعمره الشكل ما كان ولا الجنس به المجال تبقى زول جنسك كده انت فوق الراس وان بجيد جنسك كده انت في تحت المداس ونعل ابو الفهم الغبي الماله صحة من الاساس وينو العبد ما تخلوا يا اهل التباس بالغت اشركت عديل حتى الافلاس اشكالنا كثيره تتنوع انواع مختلفه وتتجمع سبحان تعددنا الاروع والخالق ربنا هو الابدع سوانا عشان نصلح امه ونصبح دينه نتورع من الناس دي كلها في الاصل اخوان لام واحده وأب ما تخلوا يا اهل تفرقه خلينا كلنا نتفق حياتنا تبقى منفقة بالحب يكون أصل التعامل والثقة ما الحب وطن فيه عايشين كلنا
والحب أمل بهم نجدد عهدنا. بالحب فقط نحن بنساند بعضنا وإيدينا بالحب تبقى واحدة تلمنا، والحب لغة بها بنترجم حسنا، والحب مظلة من الهموم وحقيقة تعكس. روعة روعة بمعنى الكلمة، أبيات تلخصت فيها كل السائد بمعنى الكلمة، وفي الآخر ادتنا الحل، لا للعنصرية، لا للفساد، لا لعدم المساواة، لا لتصنيف الناس، لا للظلم، وبالحب هنعيش، هنتقدم، هنستمر، هنكون أرقى الأمم، أفضلهم على الإطلاق. بلاش ما تحتينا والله، وما مكتفية منك، وانت براك عاوزة موسم كامل من جبنة في جبنة عشان نقدر نستمتع أكثر وأكثر معاكي بالكلمات وبالأبيات وبالحاجات الجميلة اللي انت بتقدميها لنا، لكن عشان مربوطين بزمن هنضطر انه يا أخي نختم حلقتنا. بلاسم نورتيني ونورتي تدو جبنة في جبنة بمعنى الكلمة والله، يعني وأنا استمتعت ومتأكدة انه يا أخي أكيد أكيد المشاهدين حيستمتعوا بالحلقة دي، وإن شاء الله نلاقيه في مساحات تانية ومساحات أكثر وأكبر، ولحد ما نتلاقى دار أقول لك خليكي زي ما أنت إن شاء الله. خليكي زي ما أنت سعيدة، وأنا سعيدة بك والله يا بلاسم، وشكرا لك، شكرا لك لقبولك إنك تكون ضيفة في جبنة في جبنة. أنا والله لي شرف إنه أنا أكون واحدة من مستضيفينهم في برنامج جبنة في جبنة، وأنا في شمال كردفان، وأعكس تراث كردفان، وأعكس إنسان كردفان اللي كل الناس يمكن يكونوا ما عارفينه. شكرا لكم، شكرا لكل الناس اللي استمعت استمتعت بالحلقة، شكرا لي زول دعمنا بلايك أو شير أو بأي حاجة، وشكرا بجد أنا سعيدة ومبسوطة. شكرا لك يا بلاسم المرة الثانية. ولهنا انتهت الحلقة، تحية موصولة لكل زول داعمنا، لكل زول اشترك في القناة، ولكل زول فعل الجرس، ولكل زول كمان عمل لايك، وبرضو للناس اللي لسه ما شافتنا دي دعوة ليهم انه يا اخي تعالوا، واكيد معانا حتلقوا الجديد والجديد جدا، وحنردد تاني وثالث والمرة الألف. اللايك، الاشتراك، فعل الجرس عشان يجيكم كل جديد. لحد ما نتلاقى في حلقة تانية، تحياتي تحيات كل التيم العامل